هي سلطة البطاطس. طبعا سلطة البطاطس هي الأوفر والأطيب والأسرع، وبدنا نضيف لها شوية هيك إضافات بسيطة. خلينا نشوف المكونات ونرجع نحاولهم. مكونات سلطة البطاطس: 500 جرام بطاطس، 100 جرام حرم مخلل، 50 جرام زيتون، 50 جرام بقدونس، 50 جرام زيت زيتون، 30 جرام عصير ليمون، 50 جرام طماطم كرزية، 50 جرام بصل أخضر، بيض مسلوق عدد 2، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. لكن مشاهدينا نحن بدنا نبلش بها السلطه الطيبه. تشوف البروكولي، البروكولي دائما بيقولوا ما تنسلق كثير، يعني احنا اذا في حال كنا ناكلها مع اللحمه كجارنيتور او تترافق مع اللحمه لازم دغري نسقطها دقيقتين ثلاثه بالماء السخنه ونرجع نحطها بماء ثلج. بس نحن اليوم بما انه بدنا نعملها للشوربه ما بقى يصير لو غلطت بيكون افضل. هون تحريكه سريعه، واكيد بدنا ننتقل لجار السلطه أو طبق السلطة. هون يا سلام، نحن هون سلقنا البطاطا، غسلناها كتير منيح. دائما غسيل البطاطا مذكركم كتير مهم نغسل البطاطا قبل سلقها، وطبعا بواسطة السكين رح نقشر البطاطا حتى نحصل على بطاطا من غير قشر، وكمان قطعها إلى مربعات ونضيف عليها الاضافات اللازمه. واكيد اليوم مشاهدينا هيك اشياء بسيطه، يعني اليوم ممكن نعطي هالسلطه شويه اضافات مميزه حتى نتلذذ فيها، يعني ناكلها مع العيش، ممكن كمان اذا في حال ست البيت مش طابخه وعندها شويه بطاطا محضرتهم ففيها تعمل هالطبق سلطه بطريقه سهله وسريعه. هون عندنا اول راس صار جاهز، ومن ثم الراس الثاني نقشروا. عندنا نحن كمان البطاطس والبطاطا الحلوه اللي فينا نعملها كمان، اختلف فيها انواع عديده من انواع السلطه. حتى نحن البطاطا اذا سلقناها وبنخليها شوي قاسيه فينا نشويها بتطلع كثير طيبه مع اللحمه مع الدجاج مع السمك، نعطيها كثير هيك تقديمات مميزه. هون نحن رح نقطع البطاطس الى مربعات، ومن ثم رح نضيف كمان البيض. هون البطاطس سلقناها قطعناها قشرناها وعم نقطعها بهالشكل، ما تهلطوا كثير البطاطا، خليها شوي جامده الحبه، يعني تكون مسلوقه بس ما تعملوها اوفر كوكت، يعني استوى سائد تهرط بطاطا بتبطل تكون طيبه. وعندنا هون نحن مقطع البيض بقطع على شكلين، في عنا قطعه على شكل حزز او دوائر، نحن قطع نحن بهالطريقه. فينا نحط البيضه هون ونضغط عليها تدريجيا ونحصل على هالبيض بشكل جميل وانيق. تعمل بالسكين، يعني قطعه المطبخ مشاهدينا القطعه الحلوه فينا نحصل عليها بالماركت بحاله الادويه المنزليه. كثير مهم انه كل ست بيت تحصل على هالمقطعه اللي بتقطع البيضه بطريقه مرتبه كثير. وهون كمان في عنا بندوره الكرزيه، البندوره الكرزيه كمان الى نصفين. يعني اليوم بس واحد بده ياكل سلطه بطاطا بده يتلذذ، بتحس حاله واحد بكل قرشه او بكل كاتشي في طعم مميز جدا. هون البيض والبطاطا للي هي فعلا مذاقها رائع جدا وطعمتها مميزه. هون كمان نحن مشاهدينا رح نكفي مع البصل الاخضر، يعني البصل الاخضر بهالسلطه الطيبه رح نضيف البصل.
كميتها تعطيها نكهة شهية ونكهة البقدونس، كمان البقدونس اللي بتعطي طعم ولا لذ. ورح نفرم البقدونس فرم خشن تتبين بقدونس ظاهرة، وكمان زيتون. يا سلام شو هالسلطة الطيبة. وهون عندنا كمان نحن حر الهالوبينو. هون بدي اشرح شوي مشاهدينا عن حر الهالوبينو. هو حر مكسيكي بكبسوه، طعمته لدعه شوي بس طعمتها كثير طيبه، يعني عسل لما ناكلها وطعمتها مر طيب، يعني بتحس حالك فعلا عم ناكل شيء طيب جدا. هون كان الهالوبينو طعمه حلو قوي، رح نقصه كمان بالنص منكتر دائما، واكيد اضافه عصير الليمون وزيت الزيتون وطبعا الفلفل. واكيد المزيج كله اصبح جاهزا. هون عده الخلط. يا سلام، لاحظوا انه البيض ما تكسر والبطاطا كلها عم تاخذ بعضها البعض، شكل جميل جدا. الشوكه هيك وخبز والعيش السخن الطازه غير شكل. وانا هون رح اسكبهم. يا سلام، كمان حنزينها بكلير الجبل. وطبعا الطبق الثاني سلطة البطاطس صار جاهزة. وهون نحن كمان مشاهدين اكيد في عنا شوربة البروكولي او حساء البروكولي اللي كمان صار جاهز، وبدنا نطحنها تننتقل بعدين على الطبق الثالث. هون الطبق الثالث عايزين نحن الهاند بلندر، وبدنا نضيف الكريم اللباني. هيك بيطلع نكهه ومذاق رائع جدا. يا سلام، رح تشوفوا هلا بعد شوي هالشوربه مشاهدينا. اخذت اللون الاخضر. يا سلام، هون هون لكن البروكولي او شوربة البروكولي. هون رح ضيف هالشوربة الطيبة، لهالطبق فعلا شوربة البروكولي إلى مذاق رائع جدا. وأكيد نحن بهالوقت مشاهدينا رح نروح لفاصل إعلاني.